رأس خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء اليوم في الرياض، وتابع المجلس تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد مجددا ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وانتهاء المجلس لعدد من القرارات، كان من أبرزها تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، وإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات في تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى منح وزارة النقل صلاحية ضبط المخالفات وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.